بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنستهدف النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة ديت الحديث عن نقطتين اتنين. النقطة الأولانية يعني إيه فريمورك، والنقطة الثانية يعني إيه جريد. طيب يا جماعه، الكلام في الكورس عن سي اس اس فريم وركس. بمنتهى البساطه سي اس اس فريم وركس دي عباره عن مجموعه من ملفات السي اس اس. ساعات بتكون ملفات سي اس اس بس، وساعات بتكون ملفات سي اس اس وملفات جافا وصور وخطوط، وممكن تكون اكتر من حاجه. تمام، الملفات دي جوه منها مجموعه من الرولز ومجموعه من التولز اللي بتسهل عليا انا كديزاينر شغلي. المسألة بمثابة ايه؟ انت مش هتحاول تعيد اختراع العجلة طالما هي كده اوريدي موجودة. طيب اطر العمل الجاهزة اللي بنسميها الفريم وركس ديت بتميل لانها تديني مجموعة من التولز اللي بتساعدني. زي ايه يا جماعة التولز ديت؟ مثلا مكتبة زي مكتبات الريست. يمكن نكون اتكلمنا عن ريسيت قبل كده، وبنقول مثلا احنا كنا بنحاول نكتب ريسيت لكل عناصر ال HTML اللي احنا كنا بنحاول نستخدمها في ملف الاستراكشر بتاعي. طب ايه رايك ما انا اوفر لك تولز، مكتبه خاصه بانها تعمل لك ريسيت بكل العناصر اللي انت راح تستخدمها، وانا بس ما اطلبش منك غير انت تدرج لي الكود بتاع ادراج المكتبه دي. ده ايسر واسهل. شور الجانب الثاني لجريد، وانا يعني افضل ان اتكلم عنه بشكل متاخر شويه لان في فريم وركس جوه منها جريد. الجانب الثالث ويب تايبوجرافي. الويب تايبوجرافي تقدر تقول عليه بمنتهى البساطه مساله الخطوط وتنسيقاتها، هي بتوفر لي تايبوجرافي كامل ليك. الجانب بتاع الويب تايبوجرافي ده، انت كديزاينر بتصمم موقع عربي طبعا مش هتلاقي تايبوجرافي عربي، فانت يعني بصراحه الامر ده مش هتلمسه، لكن لو انت بتصمم موقع اجنبي هتلمس القصه دي وهتحس بان في خطوط بتركب على بعضها، فالفريم وركس بتوفر لك دي، بتوفر لك تايبوجرافيز ممكن تمشي مع بعضها. يعني انت لو هتستخدم خط 2 3 ببونت 2 3 هي بتوفر لك مكتبه زي كده. الجانب الثاني الايكونز، انت مش هتعيد اختراع العجله من اول تاني، مش كل شويه هتصمم الايكونز بتاعت فيسبوك وتويتر وكونتاكت اس ومش عارف مين ومين ومين. طب لا لا لا، انا عندي، انا هوفر لك مكتبه فيها ايكونز فلات، فيها سبرايت، بلاقي كل اللي انت محتاجه. ادرس لي بس الايكونز وانا فلات، هبقى زي ما انت عايز في المكان اللي انت عايزه من غير سنس اوف بكسله خالص. الجانب الثاني التول تيبس، البوتونز، الفورمز. الكلام ده جزء مهم جدا من الجي يو اي. انت كجرافيك ديزاينر، اسف، انت كيو اي يوزر انترفيس ديزاينر او يو اي ديزاينر هتحتاج الحاجات دي. الكلام ده جزء مهم من الجرافيك يوزر انترفيس بتاعتك. الجانب الثاني التابز، السلايد شو، اللايت بوكس، الصناديق اللي بتظهر وبتختفي. الكلام ده شور طبعا مش واقف على سي اس اس اونلي يا جماعه، لا لا طبعا، الكلام ده واقف على اكواد جافا سكريبت، ايكواليزر عشان تاخد اعمدتك بشكل متساوي. انت تستخدم حاجات تساعدك في انت تكون الكلاسز بتاعك، طبعا الليس والساس، طبعا دول مكتبات بيستخدموا سي اس اس بشكل احترافي ادفانس، طبعا انت فيهم بتلجا ان انت تتكلم مع سي اس اس كلغه برمجه وتعمل ديكلاريشن لفاريبلز. القصه دي قصه قويه جدا، واحنا ان شاء الله باذن الله راح نوصل لها، بس طبعا بعد ما نمر بمراحل ادفانس شويه، ولازم طبعا فيهم نكون اتكلمنا عن جافا سكريبت وعن جافا سكريبت فريم وركس جي كويري يا جماعه. طيب لما يجي الحديث عن سي اس اس فريم وركس بمنتهى البساطه، يعني عدد واتكلم، اتكلم كتير. طبعا انا متاكد ان اول حاجه جت في الناس لما اتكلمنا عن سي اس اس فريم وركس هو البوتستراب ورلد دي وايت، وحاجه مشهوره جدا، وطبعا محدش يقدر ينكر ان هو بيوفر لي امكانيات يا نهار ابيض جميله جدا. اوسام وغيره من الفريم وركس كتير جدا، كيوب وفاونديشن وريسبونسيف وريسبونسيف جريد سيستم، كتير يا جماعه الفريم وركس اللي بتشتغل. سي اس اس فريم وركس كتيره جدا، اكذب عليك لو انا قلت لك في الكورس ده نتكلم عن اكتر من فريم ورك.
اكذب عليك. ولكن انا بصراحه في الكورس ده انا طبعا مش هستهدف غير اني اقول لك بس يعني ايه فريم ورك، واشاور على شويه الفريم وركس اللي ورلد لي وايد، واقول لك ان الفريم وركس بتتصنف لكذا وكذا وكذا، وان الفريم ورك ده خاص بكذا، والفريم ورك ده خاص بكذا، وممكن بالفريم ورك ده تستخدم كذا، واقول لك ان انت ممكن تبني يوم فريم ورك في الاخر. لكن انا هوجه حديثي عن فريم ورك واحد بس سبيسيفيك يا جماعه. الامر بمنتهى البساطه والله المثل الاعلى، انت عايز تتصور، عندك حل من حلين، انت ممكن تعمل في البيت استوديو وتجهزه وتشتري كاميراتك على حسابك، وتشتري طبعا الخلفيات بتاعتك، وتشتري الكراسي بتاعك، وتظبط الاضاءه بتاعك والكلام ده. ده اللي احنا كنا بنحاول نعمله من اول ما قلنا يا دبلومه، بنحاول نبني الموضوع من السكراتش من الصفر عشان ناخد الابيليتيز. طبعا الكلام ده بيدي لك فول كنترول على كل انش من الموقع بتاعك. لكن زي ما انا بقولت يا جماعه، المساله ما بجتش توقف عند القصه دي، الموضوع بيجي اعمق من كده بشويه تاني. الموضوع بيجي ان في مجموعه من الديفلوبرز اللي صمموا لي، اللي عملوا لي يعني كونوا مع بعض وعملوا لي فرق عمل، فرق العمل الجاهزه دي مالت لانها تستهدف انها تسهل على الديزاينر، فتوفر عليه واحد واثنين وثلاثه من الادوات لبس كل اللي هو محتاجه، ان هو يفهم بس هو بيحتاج يدرسها ازاي. الامر اشبه بان انت مش محتاج تجهز الاستوديو بتاعك، بس انت كل اللي انت محتاجه ان انت تروح عند استوديو جاهز وتقول له والله انا عايز الصوره لكن برؤيتك انت. طبعا الامر ده هيكلفك ان انت لازم تكون فاهم كويس خالص مصطلحات التصوير علشان تعرف تكلم الفوتوغرافر اللي هيصورك ده، تقول له انا عايزه بالزاويه دي علشان في كذا، وانا محتاجها لكذا، وتبقى الاضاءه بتاعتها في النقطه دي كذا، فهمني. لازم انت تكون فاهم انت بتكلمه ازاي عشان تحصل على الرول النتيجه اللي انت عايزها. ده اللي بتوفره لك لفريم وركس يا جماعه، بتوفر لك تولز كتيره جدا، جاست بس افهم انت تعرف تدرجها جوه محيط عملك ازاي وتستخدمها ازاي. ده هو عباره عن انت تفهم استراتيجيه الفريم ورك ماشي ازاي يا جماعه. طبعا الكلام ده مش واجب على ان انت تستخدم الفريم وركس ديت، لا لا. بعدين شور انت يعني لو انت كنت مش عارف اقول لك ايه، بس لو انت كنت ديزاينر يعني شاطر هتميل ان انت تعرف ان السوق يعني مش بيستهلك حاجات معروفه واحد واثنين وثلاثه واربعه، فهتميل في الغالب ان انت تعمل يور اون فريم ورك، الفريم ورك الخاص بيك انت للاستوديو بتاعك، هتحط فيه تول اثنين ثلاثه اربعه. طبعا لما تبتدي تصمم موقع من الاول مش هتبتدي من السكراتش، مش هتبتدي من الصفر، لا 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 انسى الكلام ده. كل اللي انت محتاجه ان انت هتجيب تمبلت جاهز واحد اثنين ثلاثه اربعه التولز انت عارفهم، يعني ايه المساله هتمشي بشكل بسيط جدا. وفي الغالب طبعا لما من كتر الشغل على الويب سايتس هتلاقي ان انت مليت من القصه، وبيجي اني اساسا تصمم موقع من الصفر للشكل النهائي بتاعه، ما مش هياخد منك مثلا في متوسط عمل ساعتين وتخلصه بشكل احترافي وجميل جدا. الكلام ده يعني ان انت تجهز يور اون فريم ورك دي مرحله متقدمه جدا، ولازم تدرس فيها شويه الحاجات اللي انت محتاجهم، وتدرس السوق ماشي ازاي والكلام الفضيل ده يا جماعة. طيب نرجع للنقطة الأولانية الفريم وركس. يمكن يكون البوت ستراب يعني انا بنقول اني بصراحة اكذب لو انا قلت هتكلم عن كل الكلام ده، لا انا هتكلم عن فريم ورك واحد بس. ويمكن يكون من الفريم وركس اللي اخذت مساحة من العمل بوت ستراب. بوت ستراب يا جماعة امكانيات قوية جدا جدا جدا، لكن الكورس ده مش هيستهدف بوت ستراب لأسباب مختلفة. واحد من ضمن الأسباب دي إن في ناس اتكلمت عنه، يعني في مساحة من المحتوى العربي اتكلم عنه، يعني في مرجع عربي عنه أنت ممكن تتكلم عنه. باشمهندس أسامة الزيرو صاحب الزيرو تشانل اتكلم عنه بشكل مفصل وبشكل جميل جدا. ممكن نمشي مع التوازي يا جماعة، نتكلم مثلا على فريم وركس اللي احنا راح نشتغل عليه، وأنت تكون بتتفرج معاه مثلا باشمهندس أسامة فوق دماغنا من فوق اللي علمنا الويب بصراحة. باشمهندس أسامة الزيرو صفحة في حياتي يا جماعة، وأنا دين ليه بالفضل بصراحة. ممكن تشوف هو شرح البوت ستراب ازاي وتحاول تتعلم القصه، وفي نفس اللحظه انت يبقى معاك بوت ستراب فريم ورك ويبقى معاك الفريم ورك اللي احنا راح نتكلم عنه، فاهمني؟ فانت تبقى ما خسرتش القصه، وفي نفس القصه احنا مش بنحاول نعيد السيناريو تاني.
تمام يا جماعه. اوكي الفريم ورك اللي احنا راح نشتغل عليه يا جماعه هو فاونديشن. فاونديشن هو واحد من ضمن الفريم وركس الجميل جدا اللي بيقدم لي ابيليتيز كتيره. هنحاول ان شاء الله باذن الله في مسار التوتوريال دي نحاول نتعرف عليه بشكل او باخر. طبعا يقينا انا مش هعرف اغطي الفريم ورك كله, ده امر مستحيل. طبعا انا هحاول اغطي اللي انا اقدر عليه واللي الناس تحاول يعني يوفق السيلبس بتاعنا اللي ربنا وفقنا يعني علشان نحاول نغطيه ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر. طبعا الفاونديشن يا جماعه عباره عن فريم ورك وجريد في نفس اللحظه, ده اللي هيخلينا ننتقل دايركتلي على النقطه الثانيه يعني اجريد. انا عن نفسي لما بسمع كلمه اجريد الحاجه اللي بتيجي في بالي شويه اعمده متقاطعه مع شويه صفوف. اكزاكتلي تمام, بمنتهى البساطه الجريد زي الفريم ورك بالظبط, لكن الفريم ورك ممكن يكون اعمق شويه لانه ممكن يكون جوه منه جريد, لكن الجريد بمنتهى البساطه خاصه باللي اوت يعني الشكل العام للصفحة, يعني مين فين جنب مين تمام. لكن الفريم ورك مين ده عبارة عن ايه وهو ايه وبيشتغل ازاي, فاهمني اقصد شكله ازاي مش الفانكشناليتي يا جماعة. تمام ده القصة اللي احنا راح نتكلم عنها ان شاء الله بإذن الله. ربنا يوفقنا كده ان شاء الله بإذن الله ونبتدي الفاونديشن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.